انطلقت في العاصمة السعودية الرياض فعالية سبوزيوم طويق الدولية الأول للنحت 2019 للنحت المباشر على صخر الرخام كأول فعالية من هذا النوع تقام في السعودية. طبعا تعد فعالية سمبوزيوم طويق الدولي الأول للنحت إحدى أهم الفعاليات الثقافية والفنية اللي تنظمها الهيئة العامة لحي السفارات في مدينة الرياض. وأوضحت الهيئة أن أهمية هذه الفعالية تكمن في عدد وتنوع جنسيات المشاركين يا سارة. نعم عبد الإله، والآن من حي السفارات ينضم معنا مراسلنا فيصل الغامدي. صباح الخير فيصل. أهلا فيصل. صباح الخير سارة، صباح الخير عبد الإله. طبعا نبارك لكم إطلاق هذا البرنامج الصباحي واللي يهتم بجميع الشؤون في المملكة العربية السعودية بلدنا الحبيب. طبعا اليوم نحن من الحي الدبلوماسي كما ذكرتم، نتابع ما يقوم به النحاتين العالميين المشاركين في سمبوزيوم 2. طبعا يعتبر هذا البرت أو الجزء الثاني من هذا الملتقى للنحاتين العالميين، ما يقرب من 15 نحاتا عالميا يشاركون من دول أجنبية، بالإضافة إلى 5 نحاتين عرب، هم 2 من المملكة العربية السعودية، العراق، تونس، ومن مصر أيضا يشاركون في هذا الملتقى. طبعا ستكون هذه المنحوتات معروضة في شوارع الرياض بإذن الله تعالى من خلال مشروع الرياض آرت، والذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين في بداية عام 2019 ميلادية. طبعا كما ذكرنا هناك العديد من الفنانين الذين يقومون بتجهيز منحوتاتهم. بدأ هذا الملتقى قبل ما يقرب من يومان، يوم الجمعة بالتحديد في العاشر من هذا الشهر، وسيستمر حتى 30 من هذا الشهر. طبعا نتوجه مباشرة إلى فيصل النعمان، وهو أحد النحاتين السعوديين المشاركين في هذا الملتقى في سمبوزيوم 2. رحب فيك فيصل ويعطيك العافية، أنت من أهالي الجوف، جيت عندنا هنا في الرياض تشارك الفنانين العالميين أو النحاتين العالميين في سمبوزيوم 2 بالتحديد، لكن تحدثني عن مشاركتك في هذا السمبوزيوم، كيف تشوفها فيصل؟ حياك الله مرحبتين. والله الحمد لله، أول حاجة مشاركتي إضافة لي أنا، وتواجدي مع الكوكبة هذه من النحاتين فيها إضافة لي كنحات يعني، وفرصة أن يكون يعني الواحد يضيف لنفسه شيء يعني. كلمني عن اللي قاعد تشتغل عليه، ايش العمل اللي قاعد تعمل عليه انت بالضبط؟ انا جالس انفذ ما كيت يعني، يرمز عن المراه كذا، احنا نسميه العطاء يعني، تجريد، عمل تجريدي، وان شاء الله انه يكون يعني على مستوى المشاركه. تكفيكم الفتره اللي حددوها لكم المنظمين لهذا السمبيوزيوم او لهذا التجمع؟ اي نعم، ان شاء الله ان شاء الله نتكفينا وتزيد يعني. نهايه الشهر بيكون ان شاء الله العمل جاهز؟ اي بمشيئه الله، قبل ان شاء الله، قبل لا يكون جاهز ان شاء الله. شكرا لك يا اخي. حياك الله حبيبي، شكرا عليك. طبعا هذا السمبوزيوم وهذا التجمع عبد الله وسارة تنظم وزارة الثقافة، طبعا من ضمن المشرفين على هذا التنظيم الفنان العراقي والنحات العراقي الأستاذ علي جبار، الذي نتوجه إليه مباشرة لسؤاله عن السمبوزيوم. هو كان مشارك في الجزء الأول، والآن هو يشارك أيضا ومشرف على تنظيم هذا السمبوزيوم وهذا التجمع. نرحب فيك فنان علي ونقول لك يعطيك العافية. حدثنا عن السمبوزيوم الجزء الثاني، من كيف ترون التجمع هذا اليوم؟ كيف هم الفنانين المشاركين؟ من أي دول يشاركون؟ فنانين مشاركين من 19 دولة، هم نحاتين كبار عالميين معروفين محترفين، تم اختيارهم بدقة وعناية بعد دراسة كبيرة لمسيرتهم الفنية ومتابعة أعمالهم في العالم. هذه المشاركة، الفنانين الموجودين الآن فيها طويق 2 يختلفون عن الفنانين الموجودين في طويق 1، هي استمرارية وتكملة لطويق 1 وتقريبا بنفس المستوى، والأعمال أكثر مثيرة من طويق 1 لأننا نتعلم من التجارب. وهذه المرة تجربة ستكون في الحجر الأبيض والأسود، يعني الأعمال النحتية هي مخلوطة ما بين الأسود والأبيض لتعطي اختلاف عن طويق 1، وإن شاء الله بالمستقبل طويق 3 والرابع تتغير المواد أو يكون مزيج من مواد أخرى إضافية. هل يكون في اجتماع بين الفنانين حتى لا يكون في
تكرار للأفكار أو للمنحوتات اللي يعملون عليها هؤلاء الفنانين؟ لا، هو أنا بصراحة أنا الكوريتر، يعني أنا اللي أختار الأعمال، هو بعد نقاش مع النحاتين، نقاش مستمر، نقاش عن طريق صداقتي بهم، علاقتي الطويلة، سنوات طويلة أو معرفتي بهم، أتناقش معهم بود حتى نوصل إلى نتيجة مهمة. ويعني أنا بالنهاية أحاول أن أحصل على أعمال للمملكة، أعمال مثيرة، مستواها عالي التقني والبصري والجمالي، وهم أيضا في النهاية يكونون راضين وسعداء لهذه النتيجة التي وصلناها سوية بالحوار الهادئ المتفاهم بين الطرفين. قمتم بأخذ الفنانين المشاركين في هالتجمع إلى جبال طويق حتى يستوحون الأفكار والرؤى للمنتوجات حقتهم أو ما ينتجونه من فن؟ لا، بصراحة هم يعني اعتمدوا على الصور الموجودة في جوجل. هو المشروع يتضمن رؤية 2030 وجبل طويق، وهم وصلوا قبل البدء في العمل بيوم واحد، يعني ما صارت لهم مجال انه يشوفون جبل طويق على الواقع بالحقيقة. نتمنى فيها الايام القادمة، ولكن انجزوا اعمال يعني اعتمدوا على معلومات اخذوها عن اونلاين وعلى معلومات من عندي، ووضحت لهم الصور ووصلوا لنتائج مهمة انا رضيت عنها، وان شاء الله جمهور سعودي ووزارة الثقافة تكون ايضا راضية عنها بالنهاية. ايش اللي توفرونه للفنان؟ ايش الفنان اللي يجيبه معاه او انتم تساعدونه في توفيره وتسهيل اموره فيه؟ انا في تنظيمنا لهذا السيمبوزيوم نوفر لهم كل شيء، جميع الادوات، المساعدين من اسوان، اخوه مصريين محترفين يساعدون الفنان على تكمله العمل باحسن وجه. الملتقيات الاخرى ما توفر، اغلبها لا توفر مساعدين، انا وفرت المساعدين حتى الفنان يحس انه عنده قيمة لوقت إنجاز العمل، يفكر بهدوء ويساعد شخص احترافي عنده خبرة في الحجر حتى نوصل إلى نتيجة مهمة جدا. كم عدد المساعدين اللي وفرتوهم؟ المساعدين 20 مساعد والنحاتين 20 نحات. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، شكرا جزيلا. نعم عبد الله وسارة، طبعا هذا اللي عندنا. يعطيك العافية فيصل. الجزء الثاني من السمبوزيوم يعافيكم إن شاء الله، وزي ما قلنا لكم هو مستوحى من جبال طويق، من تراث وحضارة المملكة العربية السعودية بالطبع، يعني جميل. بانتظار هالمنحوتات تتزين بها العاصمة الرياض. شكرا جزيلا فيصل على هالتغطية حول هذا الملتقى الكبير للنحت في العاصمة الرياض.